چون یکی از فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طارد علیهم السلام اینه که در زیارت نامه ها به ویژه در زیارت اربعین میخوانید کنت نورن فی الاصلاب شامخه و الارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها. السيدة تكتم وتسمى وتعرف أيضا بنجمة كما تعرف بأروى. سماها الإمام الكاظم عليه السلام بعد مولد الإمام الرضا بالطاهرة إكراما وتكريما لها. ماذا سميت بتكتم؟ أولاً تكتم هي اسم بئر زمزم، إحدى القبائل العربية في العهود الماضية قبل الإسلام جاءت إلى هذه البئر وأغلقت هذه البئر. جاء عبد المطلب هو الذي أظهر هذه البئر وإلى هذا اليوم. نرى أن السيدة تكتم كانت مجهولة، ولكن الذي أظهرها هو الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، أظهرها لكي تكون أماً للإمام علي بن موسى الرضا. مسروق بإسناده عن هشام بن أحمد قال: قال الإمام أبو الحسن الأول أي الإمام الكاظم عليه السلام: هل علمت أحداً من أهل المغرب قدم؟ قلت لا. قال الإمام عليه السلام: بلى، قد قدم رجل أحمر فانطلق بنا، وركب وركبنا معه حتى انتهينا إلى رجل من أهل الغرب معه رقيق، فقال الإمام عليه السلام له: أعرض علينا، فعرض علينا 9 جواري، ولكن الإمام أبو الحسن يقول: لا حاجة لي فيهن أو فيها. ثم قال الإمام عليه السلام له: أعرض علينا، فقال النخاس: ما عندي شيء. فقال الإمام: بلى، أعرض علينا. فقال النخاس: لا والله ما عندي إلا جارية مريضة. فقال له: ما عليك أن تعرضها. فأبى عليه، ثم انصرف عليه السلام، ثم أرسلني من الغد إليه فقال لي: قل له كم غايتك فيها، فإذا قال كذا وكذا فقل قد أخذتها. فأتيته فقال: ما أريد أن أنقصها من كذا. فقلت: قد أخذتها وهو لك، أي المال. فقال: هي لك، ولكن من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ فقلت: رجل من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟ فقلت: من نقبائهم. فقال النخاس: أريد أكثر منه، بعد احكيني أكثر. قلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال النخاس: أخبرك عن هذه الوصيفة التي اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب، فقالت: ما هي الوصيفة التي معك؟ فقلت: اشتريتها لنفسي. فقالت المرأة الكتابية: ما ينبغي أن تكون هذه الوصيفة عند مثلك، إن هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض، فلا تلبث عنده قليلاً حتى تلد منه غلام يدين له شرق الأرض وغربها. تقول السيدة نجمة وهي والدة الإمام الرضا صلوات الله عليه: لما حملت بابني علي لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا
وتهليلا وتمجيدا لله عز وجل. ففزعت من ذلك، يعني تعجبت من ذلك، فما أن أستيقظ حتى يغيب هذا التسبيح وهذا التهليل والتمجيد. ثم عرفت أن ذلك من ابني الذي كان في بطني، وهو علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. تقول: فلما وضعته ووضع يديه على الأرض فرمق السماء بنظره وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومما يدل على حرصها على عبادتها وانقطاعها إلى ربها أنها لما ولدت الإمام الرضا عليه السلام قالت: أعينوني بمرضعة. فسئلت: هل نقص الدر، أي نقص الحليب واللبن؟ قالت: لا، لم ينقص، لكن علي وردا لا بد من أن أتابع ذلك الورد. كانت لها التزامات عبادية، توجهات معنوية وأذكار خاصة ملتزمة بها. ومن المأثور المجرب أن من أضاع شيئا أو حاجة فيقرأ الفاتحة لأم الرضا عليه السلام، فإنه يجد ضالته، وهو من المجربات التي تشرفت بتجربتها شخصيا ونفعني الله بها مرارا. ولم يذكر التاريخ لنا وقتا محددا لوفاتها، لكننا نعلم يقينا مقدار صبرها والأسى الذي أصابها جراء سجن الإمام الكاظم لسنوات طويلة في مطامير الحكام من بني العباس الذين حرموه من أولاده وعياله، وقد دفنت رضوان الله عليها في بقيع المدينة المنورة.